اهلا بيكم في مكان الناس بتجيله من كل الدنيا تتفرج على اسماك والشعب اللي ملهاش مثيل. اهلا بيكم في شرم الشيخ. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا شبكه وسناره. احنا لسه في شرم الشيخ في خليج القرش او بيت القرش شاركس باي. النهارده هعمل لكم اكلتين وسلطه فواكه. اول حاجه هعمل رز صياديه بس بطريقتي انا هعمله بالسمك الفيليه وسكر وبصل وفص ثوم صغير قوي، وهعمل معاه سمك قاروص بالزيت والليمون، وهقطع تحتيها بطاطس وبصل علشان تكمل ما يبقى فيها شويه صوص كده مع الرز. وهعمل سلطه فواكه هتبقى موز وتفاح وعصير برتقال وشويه كريمه لباني عليها من فوق. اقول لكم المكونات واحده واحده من الاول. رز مصري عادي خالص، هستعمل معاه حته سمك فيليه هقطعها صغير، وهستعمل معاه معلقه سكر صغيره وفص ثوم وبصله صغيره، والسمكه دي سمكه قاروص تقريبا كيلو الا ربع، هيبقى معاها بطاطس بصل، ودي انا دي كمان علشان الرز هحط فيها شوربه سمك، يعني انا دي شوربه سمك بودره هقلبها واحطها مع الرز. وعندي بقى البهارات اللي هحطها مع السمكه اللي بزيت وليمون، هحط عليها كمون وكاري وكركم بابريكا كزبره ناشفه، واحط يعني فصين او راسين ريحان صغيرين. وطبعا الفروت سلطه مكون من هيبقى بس موز وتفاح وعصير برتقال وكريمه لباني. اول حاجه علشان اخلص من السمكه، انا مش هعمل حاجات كتير قوي في السمكه، انا بس ايه هفتح السمكه كده لحد ما اوصل للعظم، حوالي 3 او 4 قطعات في كل ناحيه. ده سمك قاروص، طبعا لو في لوت يبقى هايل، بس طبعا احنا بنبقى عشان في اماكن ما بنقدرش نوصل للسمك معين، بس لما هنغير الاماكن هنبتدي نعمل كل سمكه لو قدرنا نروح في المناطق الساحليه الثانيه هنبتدي نجيب السمك زي الشبار وزي البوري والحاجات دي كلها. اول حاجه هقطعها هقطع البطاطس صغير قوي عشان البطاطس بتبقى فيها خلي الصينيه هنا، هحاول اقطعها رفيع قوي 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 لان البطاطس بتاخد وقت في السوى، فعشان السمكه دي صغيره مش تاخد وقت، فانا هقطع البطاطس على قد ما اقدر رفيع، يعني ادخل من البطاطس الشيبسي شويه، هي والبصل. البصل اقدر اقطعه ادخل من كده شويه لان البصل هيطرى. انا كل اللي احتاجه هنا بطاطسيتين متقطعين شرايح رفيعه، وبعدين هحط الاول البصل في الصينيه وبعدين ارص فوقيه البطاطس كده. انا هحتاج البصله دي، البصله الثانيه دي انا هعمل بيها الرز البني بسمك الفيليه، هو شبيه للصياديه لكن هو مش صياديه بمعنى يعني في مناطق في مدن في القاهره كل مدينه بيبقى ليها طريقه. طيب كده اقدر ابتدي ارص البصل، فتفته كده فرطه كده بايديا في الصينيه، وبعدين فوقيه البطاطس. انا حاولت اقطعهم كلهم بنفس السمك علشان يبقوا ياخدوا نفس السوا. هحط شويه ملح وبعدين افرد كل حاجه كده، هي زيت وليمون فانا ايه زيت زيتون هستعمل في دي. احط هنا برضو شويه زيت صغيرين، خلي دي جنبي كده، لم كل حاجه، وبعدين هحط السمكه كده، هي كده بالظبط. هقطع بقى الثوم وابتدي احطه على السمكه، بس انا مش عايز احط ثوم كتير لان انا عايز يبقى طعم الزيت والليمون هما اللي يبقوا واضحين اكتر في الصينيه مع الكريمه اللباني بتبقى. انا هاخد نص دول كده هحاول ادخلهم جوه الفتحات بتاعت السمك، وبعدين هقلبها على الناحيه الثانيه، هرجعها كده الاول ملحها بس شويه، وبعدين اعمل نفس الحكايه في الناحيه الثانيه بالظبط، في كل حته كده حته توم صغيره.
هاخد فص كمان بس عشان يبقى ايه، ادخل الفص ده جوه السمك عشان يبقى ايه مطمنين ان التتبيله وصلها كلها. بس هحط كده جوه شويه، وبعدين الليمون. الليمون الصغير ده ظريف قوي لان هو بيبقى حجمه صغير كده بس في كميه عصير مش بطاله خالص. هحط حوالي نص واحده جوه مع شويه ملح، وبعدين نص واحده من بره، واقلب الناحيه الثانيه نفس الحكايه بالظبط كده، شيل عليها كلها، وبعدين هجيب بقى ايه كل البهارات دي احطها في بوله واقلبهم مع بعض بشويه زيت زيتون واحطهم على السمك. ادي البوله، انا مجهز الكميات كلها، هحط كل حاجه مره واحده، شويه زيت زيتون وحوالي نص ليمونه، ادي الكزبره كده، دول خلاص، ادي زيت الزيتون، خلي دي هنا كده بس علشان الزحمه، عصاره الليمون، انا كده هحتاج ازود ليمون تاني، هحط كمان ليمونه كمان، كمان واحده، الهواء طبعا يعني الجو حر وصيف وكل حاجه، بس الهواء يعني سخن شويه بس مرتب الموضوع احسن. مفيش، هقلب كل حاجه كده مع شويه ملح. وبعدين ارجع تاني السمكه، السمكه قدامي، احط بقى ايه خلطه الزيت والليمون دي على كل حاجه، عايز اقلب السمكه اخر قلبه، واحط بقيه الصوص على كل حاجه، وبعدين اجيب ليمونه من الليمون الكبير ده واقطعها ترانشات كده، احط كام واحده كده جوه علشان برضو طعم الليمون يبقى جوه، برضو ممكن اخد دي، وبعدين الباقي كده ارجع دي مكانها هنا، وبعدين احط كريمة اللباني كده علشان يبقى فيه صوص. لو انا بصيت كده حاسس ان يعني الزيت مش كفايه، فممكن ازود شويه زيت زيتون علشان تبقى مظبوط. ادي زيت الزيتون مش كتير بقى يعني. كده انا خلصت كل حاجه تقريبا في السمكه، بس عايز ايه اعمل حاجه علشان انا بعمل زيت وليمون، فعايز اعمل حاجه اخد شويه من بشر الليمون اللي هو الليمون زيست ده، بقى هو اللي فيه كل السر بتاع حكايه الزيت والليمون. انا هاخد كده بس ايه ما اوصلش لل يعني قبل ما اوصل للابيض، وبعد كده هلفها في فويل. خلي بالنا واحنا، خلي بالك دايما وانتوا بتعملوا بشر الليمون ما تزودوهوش قوي علشان ما يمررش. وبعدين اتنين حبهان، هلفها في فويل، وبعدين علشان انا حاطط بصل في الصينيه فلازم ان انا اسيب فتحات، يعني اعمل كام فتحه كده في الصينيه علشان البصل ما يعملش ريحه مش تمام. اقفل كده عليها كويس، طبعا لازم اكون مولع الفرن قبل ما ابتدي شغل علشان السمكه تخش على فرن سخن. الفرن بتاعنا ده قوي جدا فهو ما بياخدش، يعني السمكه دي هتاخد بالكتير من 18 ل 20 دقيقه، لو فرن في البيت درجه حراره مثلا 180 200 هتاخد لها 30 دقيقه. بسكينه كده هعمل كام خرم مش كبار قوي علشان البخار يطلع منها.
الفرن طبعا سخن قوي، فانا هخلي بالي وانا بدخل السمكه. اسيب بقى السمكه في الفرن، اوضب الحاجات اللي قدامي دي وانضفها، وبعدين ابتدي اعمل الرز. رجعنا لكم بعد الفاصل. انا لسه بقطع البصل. البصل ده انا بقطعه وبحاول اصغره على قد ما اقدر، علشان ده مش زي الحلقه بتاعه البصل المحروق، البصل ده هيتاكل، فلازم اركز معاه، ولازم كمان لما اقطعه اقطعه صغير قوي. ممكن تعمل بالمبشره، ممكن تعمليه بالخلاط، زي الطريقه المتاحه في البيت يعني. انا بعد ما هقطع البصل ده انا سايب الحله على النار تسخن، هقطع الثوم واجهزه، وبعدين اجيب سمك الفيليه وايه واقطعه مربعات كده. البصل متقطع صغير، الثوم بقى اجيب فص ثوم كبير، رجع دي مكانها، حاجات صاحيه. هقطع البصل الثوم دلوقتي. انا ممكن بقى ايه، حاجه ظريفه قوي، حركه كده في الثوم، بعد ما اقطعه صغير كده احط عليه شويه ملح. هو الثوم في الرز اللي بالسمك ده اختياري. خلي ايدي كده على الحرف وابتدي ايه، اقعد رايح جاي كده لحد لما الثوم يتهري. الملح اللي انا بحطه ده بيعمل زي الصنفره، وبعدين برضو بيتبل الثوم. طريقه بقى الرز دي انا اتعلمتها ازاي. احنا عندنا في البحر الاحمر يعني، او في شرم الشيخ، انا كنت بشتغل على مراكب سفاري. مراكب سفاري يعني ايه؟ يعني مركب دي في نوعين للغطس، نوع اللي هو، او طريقتين يعني، مش نوعين، اللي هو الغطس الديلي اللي هو اليومي، اللي هو بنطلع الصبح الساعه 7 8 الصبح 9 10 على حسب ما نخلص التصاريح، نطلع نروح تيران، نروح راس محمد، نروح في الاماكن اللي هي قريبه من نعمه باي، ونغطس ونرجع على حوالي الساعه ايه 4 5 6 على حسب ما نخلص. في الغطس الديلي ده اللي هو اليومي بيبقى اقصى حاجه ممكن نعملها عاده، لو بندرس بندي كورسات، بيبقى في الغطس الديلي اللي هو في الاماكن القريبه. انا هستعمل زيت نباتي. اقصى حاجه ممكن نعملها 3 غطسات، لان الوقت ما بيكفيش. غطس بقى السفاري ده بيبقى الموضوع مختلف شويه، بيبقى مجموعه. هو الغطس طبعا حضراتكم لو مش عارفين، الغطس لازم يبقى اتنين مع بعض، يعني بادي تيم، يعني انا وزميل ليا، او يعني واحد ومراته، او بس المهم يكونوا ايه عندهم رخصه الغطس. فالغطس السفاري بيبتدي من اول، هنقول ميني سفاري اللي هو السفاري الصغير، بيبقى غالبا ليله واحده او ليلتين، او هيبقى سفاري عادي من 3 ايام فما فوق. المركب بتبقى مجهزه من كل حاجه، فيها مطبخ، فيها اوض بتكييفات، تلفزيون، فيها دش، فيها كل حاجه، اوضه يعني كابينه بحمام، طبعا مش اوضه بتبقى حاجه يعني، اما سرير وسرير جنبه، او سريرين فوق بعض على حسب حجم المركب. كده انا عملت الثوم زي المعجون. الزيت يبقى كده سخن، اقدر احط البصل كله، يعني الزيت لسه ما سخنش، قدامه شويه، احنا معانا وقت مش مستعجلين. فزي ما بقول لحضراتكم، الغطس بيبقى في مركب السفاري من 3 ايام فما فوق. فلما كنت بشتغل بقى على المراكب بتاعت السفاري، جيت في اخر فتره كده كنت يعني مسؤول عن المراكب، فكنت بضطر اروح حاجه اسمها الازق. الازق ده في السويس، وفي التور، وفي بورسعيد، وفي كل حته، بس اقرب واحد لينا التور. فكنت بروح علشان اتابع شغل المركب، ايه اللي بيحصل، بيغيروا لوح خشب، بيغيروا السباكه، بيغيروا الكهرباء، بيجددوا حته، بيطولوا حته. ده سمك الفليح، اقطعه بقى مربعات، كل مربع تقريبا، هتاكد بس ان السكينه حاميه. ممكن برضو وانتوا لو عايزه تسني السكينه وعندك ده اسمه مستحد، مش لازم تعملي كده، ممكن بس تحطيه على الترابيزه و45 درجه في سكه واحده كده 4 5 مرات، وبعدين راجع تاني كده. بس دايما الصباع يبقى هنا، عشان لو حصل دي دايما بتحوش عن الصباع. فكنا بنروح نقعد في الازق اللي هو الدراي دوك، مكان ما بيصلحوا المراكب، بيطلعوا مركب بره الميه خالص. طبعا كل الناس اللي مشغلين على المركب، طقم المركب يعني، اذا كان الريس والبحريه والطباخ والميكانيكي، كله بيبقوا موجودين. واغلب الناس اللي بيشتغلوا على المراكب كلهم سواحليه، يعني كلهم من مدن ساحليه.
فطبعا كلهم معلمين طبخ سمك، فكان اول مره في حياتي اكل الطبخه دي. فانا قاعد بنتكلم ومستنيين الغداء، والراجل مطبخ، في مطبخ على مركب كامل، وقاعد مستني قاعدين مستنيين الاكل يستوي. فبدات الريحه تطلع، حاجه ما قدرتش امسك نفسي، وانا بما اني بحب المطبخ جدا فبدات اسال فين يا جماعه، مين اللي بيعمل اكل؟ فقالوا لي الشيف فلان. فدخلت للشيف، فبدا بقى ايه يعلمني طريقه السمك دي. انا كده بس مستني. وكان في نفس اليوم ده كان عامل صينيه بلاميطه عمري ما هنساها، ويعني اول لما هروح حته نقدر نوصل لسمك بلاميطه هعمل صينيه البلاميطه، لان هو علمها لي وعملتها كذا مره قبل كده وطلعت حكايه، لان كل الناس بتقول السمك البلاميطه يعني ممكن يبقى فيه سنه يعني، فالطريقه اللي هو بيعملها بيها والخلطه اللي بيحطوها عليها بتبقى حاجه مش طبيعيه. كده بقى البصل وصل لمرحلة اللي هي قبل ما ايه، قبل ما يتحرق خلاص بقى بني، اقدر احط التوم. التوم ده اختياري برضو على فكرة، كنت بقول لحضراتكم على السمك البلاميطة، هو يعني لو اتظبط مظبوط مش هيبقى في سنة الزفارة اللي احنا بنبقى قلين منها، لو اتبل صح والطبخ صح واخد الوقت المظبوط بتاعه في الفرن في الصينية بيطلع حلو قوي. كمان بيتعمل على البخار، في ليه كذا طريقة. كده اقدر احط السمك. الريحة دي عاملة زي ريحة الكشري، زي التقلية بتاعت الكشري بيقولوا عليها ورد. هقلب بقى ايه السمك تقليبة كده لحد لما ياخد لسعة خفيفة، وكل النكهة بتاعت البصل والثوم والزيت كله يمتزج مع بعض. مش عايز اسيب اي حاجة من الحاجات اللي على الحروف، يعني البصل ده دايما تخلي بالك وانت بتعملي كده تلمي كل البصل ده. كده الرز، كل الرز، وبعدين نفس البوله اللي انا حطيت فيها الرز علشان يبقى المقدار او المعايير مظبوطه، هستعمل فيها شوربه السمك اللي انا مجهزها. هقلب بقى كل حاجه بس بالراحه علشان السمك الفليه ما ايه ما يتهريش او ما يكسرش من التقليب. كده مجرد ما بتاكد ان البصل وصل لكل حته في الرز، يعني كل حاجه بقت موجوده مع بعضها، الم كل حاجه كده. انا حطيت ملح في الاول فمش هزود، اهم حاجه خلي بالنا ان الرز ما يتحرقش. هقلب بس شوربه كده، يعني مرقه السمك كده انا مجهزها، هقلبها تقليبه كده سريعه علشان هي الشوربه لما بتتساب بتنزل تحت طبق. عايز اخلي السمك يبقى مدفون جوه الرز قبل ما احط الميه. ادي البوله، المفروض ان انا يعني مالي على البوله تقريبا لحد اخرها. وبعدين هقيس كده واصل لحد حله سخنه، خلي بالي من الحله السخنه. هقلب بقى ايه اخر تقليبه كده، وبعدين اوطي عليه النار او انقله على عين اوطى، يعني ما تفرقش، بس انا هوطي عليه النار لان انا كده كده مش هحتاج العين التانية. هبتدي بس اقطع سلطه الفاكهه، غطي عليه بقى واسيبه لحد مثلا ربع ساعه تلت ساعه. ابتدي اجهز سلطه الفواكه، دي مش هستعملها، محتاج بقى انضف مكان البصل والثوم كويس. استعمل سكينه تانيه عشان اقطع بيها سلطه الفواكه، خلي دي هنا كده. الكريمه اللباني ممكن تتحط زي ما هي كده، وممكن بمضرب يعني تبقى خفق، هي كريمه خفق برضو. لو قطعت الموز وقطعت الفاكهه، الموز والتفاح بالذات لو قطعتهم وحصل اي ظرف من الظروف واضطريت ان انا استنى، مش هقدر ان انا اقدمهم دلوقتي، لو حطيت عليهم عصره ليمون خفيفه خالص هيبقى مش هيسود، لان التفاح يعني ده انا قطعته من شويه جهزته وحطيت عليه عصره ليمون بقاله يمكن شويه كده، فما حصلش ان هو لونه اتغير، لو سبته كده في الهواء
لونه هيتغير. انا هحط نص تفاح اخضر ونص احمر. وبعدين بقى لو في عنب، لو في خوخ، لو في كتالوج، لو في اي حاجه موجوده في البيت من الفاكهه كله مع بعضه ويبقى مظبوط. ممكن احط بدل، انا جبت عصير برتقال عشان بيدي مزازه كده ظريفه قوي في الفروت في سلطه الفاكهه. ممكن تستعملوا برضو الكوكتيل، لان هي تبقى كوكتيل على بعضها، فممكن العصير الكوكتيل، ممكن احط سكر بودره، يعني كل الامكانيات متاحه. يعني مش لازم الواحد يبقى رايح يشتري حاجه معينه، انا هعمل فروت سلطه، هعمل سلطه فاكهه، فلازم اجيب كذا 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 كذا. لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع ابسط من كده بكتير. تفاح موجود ماشي، مش موجود تفاح حط خوخ، حط كمثرى، حط اللي يجي على مزاجك. وبعدين هحط بقى مش كتير. يا سلام لو بقى في الجو في الصيف، جو الصيف الحر ده، يا سلام لو في شويه ايس كريم، ايس كريم فانيلا بشوكولاته، يعني اكتر حاجه بتمشي في الموضوع ده فانيلا. الكريمه اللباني هقلبها بس كده تقليبه سريعه، شوكه نظيفه. لو اتخفق، لو اتضربت مضرب، المضرب المطبخ اللي هو المضرب اللي عامل زي السوست ده، اتعملت كده بتاخد مثلا دقيقتين ثلاثه بتعمل كريمه، وفي كريمه جاهزه. انا بس هحط كده شويه علشان تديها دسامه. يبقى كده انا محتاج اجيب دي سلطه الفاكهه هنا اهي، محتاج اجيب السمكه في الفرن اكيد خلاص لان ريحتها طلعت. دي السمكه، خلي بالنا بقى من الفويل وهي بتتفتح علشان ما يبقاش فيه اي حاجه ممكن تلسع ولا حاجه. هو الفويل نفسه ما بيبقاش سخن، بس البخار اللي طالع من جوه هو اللي بيبقى سخن، بس طبعا دايما نخلي بالنا. يا سلام استوت وبقى شكلها جميل، والبطاطس دي لازم ادوقها مظبوطه تمام التمام. كده هقدمها في الطبق، وعلى ما الرز يستوي تكون كل حاجه جاهزه. ادي طبق التقديم، ممكن اخلي دي هنا، طعمها تحفه. بالراحه بقى. ايه في معدات للسمك؟ لو مفيش ممكن استعمل اللي موجود عندي في البيت. انا هحاول اوسع بس تحتها الاول. البصل اللي انا حطيته تحت كان يعني هو كده ولا كده، الطاسه دي مش بتلزق، بس ما دام انا حاطط بصل تحت يبقى انا هبقى مطمن ان هي مش تلزق. هطلع بيها كده واحده واحده. يا سلام على قد الطبق بالظبط. وبعدين بقى البصل بالزيت والليمون والخلطه السحريه، كزبره وكاري وفيها كل حاجه. نشيل بقى الطاسه السخنه دي تحت كده بعيد، ويبقى كده سمكه الاروز بالزيت والليمون والفروت سلاد. فاضل اطلع الرز. ابص على الرز بقى كده. طيب الرز لسه عليه شويه، هسيبه ونرجع كمان شويه لحد لما يكون الرز استوى. هو حوالي فاضل له 5 دقايق. بص بقى على الرز، هو كده المفروض وقته خلاص تمام. امسك بس بحاجه سخنه، ايوه تمام، كبشه او مقصوصه. بالراحه بقى اطلع الرز بالسمك كده وابتدي اقدم. يا سلام، غطي وبعدين عفوا اعدل بس بايديا كده الرز والسمك. يبقى كده النهارده عملت سمك قاروص بالزيت والليمون، سلطه فواكه، ورز بالسمك الفيليه،
ألف هنا وشفا، أشوفكم في الحلقة الجاية، باي باي.